إن شاء الله تكونوا كن قريتم الرسالتين إلى كورنثية، لأنه هذا كان مطلوب، وخصوصا بأنه مربولس متهوم بأنه هو ضد المرأة، ويأخذون بعض الجمل اللي جت خاصة فصل 11 من هذه الرسالة الكورنثية الأولى، يأخذوها بشكل حرفي، وبغض النظر عن أن مربولس هو رسول يسوع المسيح، ويسوع المسيح غير نظرة المسيحيين على المرأة وعطاها بعد آخر، ومربولس هو تلميذ ليسوع المسيح، ما هو منظر ولا هو يعطي فتاوي. ومن البداية أريد أقول أنه لازم نميز بين description و prescription. description هو وصف، و prescription هو أمر، تعميم. مربولس في تناوله لموضوع المرأة، خاصة هذا فصل 11، وأنه لازم تغطي رأسها، راح ناخذها شوية بشكل عام، الرسالة إلى كورنثية الأولى والثانية، وشنو موقع هذه الرسالة، وين هي كورنثية. راح أوديكم إلى كورنثية اللي تبعد 80 كيلومتر عن أثينا، إلى الغرب من أثينا. ويا سنة صارت زيارة مربولس إلى كورنثية، ويا سنة كتب هذه الرسالة، وبعدين الرسالة الثانية ليش كتبها. وبالحقيقة مربولس كتب 4 رسائل إلى أهل كورنثية، الأولى والثالثة ضاعوا، فإحنا باقينا الثانية والرابعة، سميناها من الأولى والثانية. أكو رسائل ضاعوا، مسيحيين يمكن ما تداولوهم بطريقة صحيحة، فأكو أسفار من العهد القديم ضاعت، أكو أسفار من العهد الجديد ضاعت، وعندنا إشارات بالعهد الجديد عن ضياع نصوص مهمة، وعندنا فراغات مهمة، أجزاء مهمة من حياة مربولس. مثلاً هو كان وعد أهل إسبانيا بأن يزورهم بعد ما يطلق سراحه في روما بعد محاكمته، وما نعرف راح لإسبانيا أو ما راح، أكو كثير أشياء احنا نجهلها، والاكتشافات قد فد يوم تعطينا جواب على الأسئلة العديدة. بس حتى احطكم بالصورة انه مربولس اخر الرسل، يعني هو ما شاف يسوع الا ثواني على طريق دمشق، لما التقى بينه القائم من القبر وقال له يا لماذا تضطهدني يا شاول. و مثل الرسل أيضا، مثل ما عاشوا مع يسوع 3 سنين، مربولس سوى تدريب مسيحي 3 سنين في جنوب الأردن الحالي في منطقة البتراء، اللي كان بيها جماعات مسيحية، قضى 3 سنين يتدرب، وبعدين بدأ يبشر. وخاصة سنة 49 صار فد شيء مهم، 49 ميلادية اسمه مجمع أورشليم، اجتمعوا كل الرسل ومعاهم مربولس. مربولس كان عنده موقف يختلف عن الأغلبية، وهو إذا استقبلنا الوثنيين هل يا ترى ندخلهم باليهودية ومثلنا احنا يهود؟ كلهم كانوا يهود بالبداية، ما عندنا ولا رسول من أصل وثني، فإذا الكل كان مختون، وعلامة الديانة الانتماء للديانة اليهودية هي الختان. فصار جدل
في مجمع أورشليم سنة 49، وانتصر مربولوس تيار، انتصر أنه ماكو داعي ندخل المسيحيين القادمين من الوثنية، ندخلهم باليهودية وبعدين نعمدهم، خلي مباشرة، وماكو داعي الختان، والختان انتهى خلاص، هذا هو يسوع ألغى الختان. هذه النقطة جدا مهمة، وهذه راح تكون موقف بولس، راح يكون موقف قرار أنه هو راح يصير رسول الأمم، هو راح يعبر إلى اليونانيين، يعبر إلى أثينا. ومار لوقا اللي هو تلميذ مار بولس يحكي لنا تقريبا أكثر من نص أعمال الرسل يحكي عن أحداث مار بولس. هذه الأحداث مهمة جدا، ليش؟ لأنه يسوع قال لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من آل إسرائيل، يعني يسوع اكتفى بأن يعلم شعبه، لكن أنتم راح تودون الإنجيل إلى العالم كله، اذهبوا في الأرض كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. فإذا عندنا انتقالة مهمة صارت على إيد بولس بعد عام 49، يعني حوالي 15 سنة بعد موت يسوع وقيامته، لحقت الكنيسة أن تنضج، عاش بطرس أيضا خبرة استقبال غير اليهود، ذكروا قصة كورنيليوس، قصة هاي المائدة اللي نزلت من السماء، ومار بطرس يقول يا رب لم أكل شيء نجس، قال له لا تدعو نجسا ما حلله الله. فعمد كورنيليوس وعائلته، كذلك خازن ملكة الحبشة كنداكا، الشماس فيليبوس راح يعمذوا على طريق غزة. فهالشكل عندنا تذبذب من خلال اللي يقرأ الرسالتين مال كورنثية، يكتشف شلون نكيف ديانة ولدت في فلسطين بين اليهود، حوربت من قبل الكتبة والفريسيين على إيد شخص جاي من شمال فلسطين من منطقة الجليل، اللي كانت دائما تنظر نظرة مختلفة على على اليهودية، وكان من زمان سليمان الملك رحب ابنه رحب عام، وانقسام اللي صار 900 سنة قبل المسيح بين الشمال والجنوب، ويسوع ابن الشمال، يعني يسوع شخص مختلف عن الأنبياء مال الجنوب، ما ينطي أهمية للهيكل، منفتح لكل الناس، والإنجيل متروس من شخصيات غير يهودية، القائد هذا اللي عنده ابن مريض، المرأة الكنعانية، يلتقي يسوع بأشخاص عديدين ويتعجب من إيمانهم. فعندنا بدايات التفتح، وهذا التفتح ما كان سهل نقله إلى اليهود المهاجرين إلى المدن الرومانية،
رغم أنه مار بولس هو من أهل طرسوس اللي هي في جنوب تركيا الحالية، لكنه تربى على إيد خاله في أورشليم، دزونه أهله من عمر 15 سنة، وتربى على إيد جملائيل اللي هو من أحبار اليهود المتفتحين، ويعتقد أنه كان منتمي إلى التيارات المتفتحة. بس من راح يأسس كنائس في مناطق يونانية راح يصطدم كثير بالجاليات اليهودية المتعصبة، لأن اليونانيين خاصة أثينا كانت مدينة الفلاسفة. ففي أعمال الرسل مار بولس يحكي فلسفة ويقول لهم جئت أبشركم بالإله المجهول. وين يقف؟ يقف في منطقة المصطبة اللي هي تحت الأكروبوليس، اللي منكم كن شافوا الأثينا أكروبوليس هو معبد الآلهة البارثينون. فيكرز مار بولس خطابه الأول فلسفة وياكلها، لأنه هيم سمعونه بالبداية هو استرسل بالفلسفة وعرج على اللاهوت، قال لهم أنا جيت أبشركم بهذا الإله المجهول. ولما يتكلم عن قيامة الأجساد يقولوا له باي باي، نشوفك باكر. هذه كانت صدمته، وراح يحكي عنها في رسائله. راح يقول أنا جيت بكلام الحكمة، ولما كنت أحكي مع اليهود كنت أكلمهم عن الكتاب المقدس والآيات والمعجزات اللي سواها يسوع، لكني اكتشفت أنه أجمل شيء بيسوع هو الصليب. إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فاليهود يريدون الآيات، واليونانيين يريدون الفلسفة. نحن لا آيات ولا فلسفة، احنا نبشر بالمسيح مصلوبا عثرة لليهود وغباوة لليونانيين. هاي الخبرة راح يطبقها في قرنثية اللي تبعد 83 كيلومتر إلى الغرب من أثينا، وهي مدينة تجارية مهمة جدا. زار مرتين وعاش بيها المرة الأولى سنتين وثلاث سنين مرة الثانية. كان عمره حوالي 50 سنة لما زار المرة الثانية، وكان بدأ ينظم الحياة المسيحية في مدينة أبدا ما خوش مدينة، أو خلي نقول مدينة تشبه المدن الكبرى اليوم بالعالم، تشبه نيويورك، تشبه باريس، تشبه لندن، تشبه أمستردام، يعني بيها أشكال وألوان، بيها ناس من كل القوميات والديانات واللغات. هذولي من صار مسيحي. بس لازم تتذكرون هذه النقطة كلش مهمة، عدد سكان قرنثية لما زار مار بولس 400,000 نسمة. أكثر من 60% من 400,000 نسمة هم عبيد وإماء، لأنه المدن الرومانية كان عندهم
عبودية بشكل كبير جدا، أكثر من نص السكان مع المدن كانوا عبيد. هذول العبيد يعني حاجة بالبيت اشتروهم يبيعوهم مثل غنم. ولهذا ما راح تفهمون حكي ماربولس عن المرأة إذا ما تعرفون عقلية سكان كورنثية. هذول العبيد كانوا سيدهم يقتلهم، ما حد ما عادي يعني قانون ما يشمله، ايش ما يريد يسوي. بس من بين العبيد اكو من صار مسيحي، وعندنا إشارة في العهد الجديد. أقصر سفر بالعهد الجديد هو رسالة ماربولس إلى فيليمون. يتوسل بينه ماربولس فيليمون اللي هو سيد أونيموس العبد اللي هرب من عنده، والتجأ عند ماربولس وماربولس عمذه ودا يتوسل صاحبه أن قبله ما مثل عبد، قبله كأخ. يعني بدت المسيحية من ماربولس تحارب العبودية، بس بصراحة ما قدرنا إلى القرن الثامن عشر تاسع عشر إلى أن انلغت العبودية. بس تخيلوا مدينة أكثر من نص سكان عبيد، وخاصة إماء يعني نساء عبيد. أش كان ممكن يكون مصير هذول المساكين؟ فأكو نقطة كثير منكم ما يتخيلها، أن النساء اللي مو عبيد يعني الأحرار ما يشتغلون 24 ساعة، يروحون على الحمام، يسوون شعرهم، صالونات الرومانية مشهورة، يسوون قصايب ذهب. وأكو كل وحدة عندها 4-5 إماء تخدمها، تعمل لها أظافيره وتعمل جسمه وإلى آخره. فهذه نفرض السيدة صارت مسيحية وجدتي على الصلاة، والخادمة مالها همكن صارت مسيحية وجدتي على الصلاة. زين شلون تقنع الست أنه العبدة مالها تتناول مثله وتقعد بجنبه وتستمع وتؤمن بالمسيح مثله؟ شلون نغير عقلية هذول الناس اللي معجوني في دماغهم أنه الناس نوعين، أسياد وعبيد؟ هذا التفاوت الاجتماعي راح ماربولس يستغله بأنه التفاوت الاجتماعي عندنا يعتمد على الأدوار. كل واحد دوره بالوظيفة، بالعلاقات، الرجل عنده دور والمرأة عندها دور، بس هذا ما ينطي هرمية. يعني متساوين احنا بالروحانية، متساوين بالأهمية بعين الله، لأن احنا أولاده. ماكو أب أو أم يقولون أفضل هذا على هذا، ما يصير. لكن تربية الولد شكل، تربية البنت شكل، وهذا المجتمعات تختلف. فماربولس ده يعكس محاول أن المجتمع مال أهل قورنثية خلي يطيع هل تدابير الأساسية والضرورية بين الزوج والزوجة كعلامات تمايز، يعني كل واحد يلعب دوره. بس هذا ما يعني أنه ماربولس دا يسوي فتوى تمتد كل الزمان وكل المكان. نحن في قورنثية، نحن بالإمبراطورية الرومانية، نحن نختلف بين مدينة ومدينة طريقة التعليمات اللي راح تتوزع
على المسيحيين احنا في بداية الكنيسة، في بداية الكنيسة وانتقال الكنيسة من بلد إلى بلد، ما دائما ننجح في التكيف. انتم هالساعتك كثير منكم ساكنين في دول غربية يأكلون أشياء، انت لو تعيش 30 سنة في فرنسا ما تأكل ضفادع، لو أش ما تكون طيبة إذا ما تشتهيها ما تأكلها. فإذا يعني هي قصة تعود، قصة علاقات، قصة يعني تكيف. أولادكم يمكن يأكلون ضفادع بس أنتم ما متعودين من طفولتكم ما تأكلون. فإذا مربولس راح يفصل المسيحية بدون أن يتنازل للعادات والتقاليد، لا بل راح يكون قاسي، راح يكون قاسي. بس نلاحظ عند مار بولس الفرق بين الديسكريبشن والبريسكريبشن، يعني الفرق بين الوصف والفرق بين الأوامر، خاصة اللي كانوا يجون على القداس لما كان أكو كنائس يجتمعون بالبيوت. واحد مثلا أحد الرسل أو التلاميذ الأولين المرسومين على إيدهم يترأس القداس، فخلصوا القداس أشو القداس تحول إلى شريو وشرب، ويعني كان يستغلون القداس كفرصة للشرب والأكل أو للقاءات أو للمعرفيش. فراح مار بولس يفهمهم بأن القداس هو صحيح طعام، بس ما هو مثل مآدب مالكم اللي أنتم متعودين عليها. طبعا ما عندي وقت أشرح لكم إش قد الرومان كان يحبون المآدب وش قد كان يحبون الأكل والشرب والتنوع. لا تنسون تقريبا 60% من السكان يخدمون 40% من السكان، يشتغلوا لهم ويعملوا لهم ويطبخوا لهم وأش اسمه. اللي منكم يريد يسوي فتسفرة مفيدة خلي يروح يزور نابولي، أكو مدينة بومبي اللي بقيت على حطة إيدك سنة 64 قبل الميلاد من انفجر الفيزوفيو، البركان الفيزوفيو، فانغمرت بالتراب وهسه طلعوها. هذه مدينة رائعة لأنه تنقلك إلى زمن يشبه زمن مار بولس، الحانات والمطاعم والشوارع، يعني كانت إمبراطورية يعني متطورة. فأنت تخيل يجي مار بولس على هذه المدن ويبشر بها، وأغلب المدن اللي وصلتنا رسائله هي رومانية، هي غربية يعني يونانية، يعني هو أيضا يكتب باليوناني رغم أنه ما كان يتقن اليونانية 100%، ولهذا كان يحتاج إلى كاتب، وبالأخير يقول هذا توقيع باسمي. فكان يملي رسائله على أشخاص يعرفون اليونانية مثل لوقا كان طبيب ويتقن اليونانية أحسن من مار بولس من ناحية اللغوية. مار بولس كان يتقن الأرامية والعبرانية ويعرف اللاتينية لغة الرومان، بس اللغة الثقافة كانت اللغة اليونانية. تخيلوا ديانتنا ولدت بين أربع لغات، أربع ثقافات. قرنثية هي ملتقى الشعوب وبيها كثير من الخصوصيات اللي جعلت من الرسالتين مال قرنثية أطول الرسائل مال مار بولس، ولهذا راح يطول بيها وراح يعالج الأمراض الاجتماعية اللي كانت سائدة والتقاليد
العادات الظرفية المكانية اللي كان بعض السيدات يعني تجي مكشوفة الرأس وتعمل هكذا شعرة وتريد تبين نفسها أنه كان عندها قصايب ذهب، إيش عملكم؟ وهاي المسكينة الخادمة اللي كان اشتغل طول النهار وحتى ما لحقت تذبح تخلص من 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 تعب ماله، قاعدين سوا بنفس القداس. يعني الله يساعده مار بولس أنه شلون يوفق هالشكل جماعات. طبعا بعدين داخل، أكيد قريتم الرسائل، داخل الرسائل نشوف أنه عندنا طرفين، عندنا طرفين، وليه هسه هذول الطرفين موجودين؟ عندنا من جهة اللي يضحك علينا واللي يقول أنه ديانتكم، من يقول سرقوا يسوع وهو ميت وادعوا تلاميذ، وهاي مرمتة يقولها بنهاية إنجيله، الإلحاد، الإنكار، الغنوصية اللي هي الفلسفة السطحية اللي كانوا بعض الناس يمارسوها، السفسطائية اللي حكى عنها أفلاطون، يعني أيش ما تريد أقنعك، أي لسه نقول فلسفة سفسطائية، بس الغنوصية كانت فلسفة خطرة. أنا كثير درست الغنوصية لأنه تغلغلت بين المسيحيين الأولين وكان يتجادلون ويتناقشون وحكي ما يخلص، ولهذا مار بولس يقول تلميذه تيماثاوس دير بالك من اللغوتشية ما الفلسفة. هذولا كانوا الغنوصيين وراح كثير يأثرون على المسيحية خاصة بالقرون الثاني والثالث. وقبل 70 سنة اكتشفنا كتب غنوصية كان اختفت وانقرضت، اكتشفناها في جنوب مصر في نجع حمادي، في قرية اسمها نجع حمادي، وعرفنا اش قد حاولوا الغنوصيين أن يحطون إيدهم على المسيحية بالأفكار، المعرفة السرية الحقيقية اللي قال يسوع لأحد تلاميذه المقربين. وهاي الغنوصية كانت موجودة في قرنثية. من جهة أخرى عندنا التيار الحرفي الوسواسي. بين الوسواسيين كان عندنا اليهود اللي حاولوا يجرون المسيحية إلى مايم، يعني إيه يسوع، بس يسوع لا تنسون يهودي هو، وإحنا ما طلب منا أن نلغي اليهودية. فتشكل التيارات اسمها اليهودية المسيحية، هذولي راح يسموهم بعدين نصارى، اللي يذكرهم القرآن. النصارى ما هم مسيحيين، هم يهود آمنوا بيسوع بس بقيوا يهود. هذولا أيضا أثروا وراح يمتد الخط مالهم إلى قرون بعد مار بولس. هذول ما يحبون مار بولس لأن مار بولس ضدهم. وعندنا بين المسيحيين اللي آمنوا بيسوع عندنا الوسواسيين، قسم مذكورين في رسالة إلى قرنثية، كان يعتبرون من تعمدنا العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة يعتبروها خطيئة. مار بولس يقلم ليش خطيئة؟ بالعكس، لازم الرجل ينطي حقه والمرأة تنطي حقه، بس داخل الإيمان بالله، بس من دون أن نعرض نفسنا للتجارب. هذول أسميهم الوسواسيين. إجابة على سؤالنا بخصوص السر اللي خلاه يتجه للغناء، وهل ممكن ده يأثر على شغل على الإيمان؟ اللي يخافون على الإيمان والمتطرفين. وهاليوم احنا في زماننا مع الأسف التيار المتطرف بين الأديان صعد وأخذ أهمية بهال20 سنين الأخيرة. هذا التيار المتطرف يشبه بالضبط الحرفيين،
اللي يقول عن ماربولس الحرف يقتل. احنا ديانتنا مو حرفية، وما يصير نتعامل مع الكتاب المقدس تعامل جزئي، وما يصير اجي اقول لك اكو آية تقول هالشكل، ما يصير ناخذ آية. كل ماربولس شمولي، والكتاب المقدس عبارة عن شمولية. راح يتكلم عنا مار يوحنا في سفر الرؤيا لما يقول وأعطاني كتابا فبلعته فكان حلوا في فمي ومرا في جوفي. ومرة أخرى في نفس السفر الرؤيا تنعكس، كان مرا في فمي وحلوا في جوفي. هذه إشارة إلى أنه لما إذا ما عندنا ثقافة شمولية، شوف أش قال يسوع وأش قال مار بطرس وأش قال الرسل ومار بولس كل أفكاره، ما نجي نشلب بآية ونقول مار بولس ضد المرأة ولازم المرأة من تدخل الكنيسة تلبس إشار وإلى آخره. هاي تعليمات مو أوامر، إداريات، ترتيبات، خاصة بين الإماء والحرة والستات الأحرار. هذه تعليمات كانت معمولة لذاك الزمان وظرفية وعادات وتقاليد. بس أزيدكم علم أنه كثير أشياء مذكورة برسائل مار بولس ما نعرفها، يعني ما يقولها بس ما نفهم شنو القصة. ليش؟ لأنه الحادثة اللي جابت الحكي ما انذكرت. ولهذا نبقى على عطشنا نستفيد منه، وتنقري انقرت الرسائل نقلت من جماعة الجماعة ومن كنيسة الكنيسة، فكل واحد أخذ منا الزبدة. هذه الزبدة جدا مهمة، يعني استخلصنا في بداية التأسيس مال كنيسة، استخلصنا شلون قدر يسوق يقود هذه الكنائس الفتية، وشلون يتجنبون الحقد والحسد، وشلون كان هو جبهة من جهة اليهود اللي حاربونه واللي اشتكوا علينه واللي خلونه ينهزم بعدة طرق، انهزم بسلة مال مخضر من دمشق دلونه من السياج، وبعدين راح يشتكون علينه. ومن جهة أخرى الوثنيين اللي صاروا مسيحيين كل من جاء وجاب معانه شياطينه القديمة. ف يعني الله يساعده مار بولس خطيه، شلون لو ما هو متشبع مثل الاسفنجة من روح يسوع واللاهوتي، يريد ينطي فجانب عملي لتأسيس الكنيسة وتنظيمها. وشيء عندنا بالحقيقة كثير واضح بأنه الجماعات المسيحية الأولى بهال 13 مدينة ومنطقة زارة ما عدا أعمال الرسل، كل هذا يعني يعكس لنا فد بطل، فد قديس كبير يحاول أن يميز بين التقليد والتقاليد. هاي أرجوكم تحفظون الفرق. بالمسيحية عندنا شكلين، عندنا التقليد وعندنا التقاليد. بالإنجليزي التمييز هو tradition بكابيتال لتر وtraditions بالجمع، traditions بالاس بالأخير small letter. التقليد هو سلمتكم ما تسلم
سلمته. يسلمنا تقليد الإيمان، التعليم اللي استقانوا من الرسل زملائه وتعلموا وسلمنا هو. أما التقاليد فهي العادات الاجتماعية ليها هسة ليها اليوم. كثير من جماعاتنا المسيحية ما يميزون بين التقليد الإيماني والتقاليد الاجتماعية. وش قد نحاول نوضح هذا الفرق؟ انتم هاجرتم برا، هذا الأكل بالتعازي شنو فايدته؟ هاي تقاليد، بس نقدس من أجل الميت هذا تقليد، هذا إيمان. نصلي هذا إيمان، نعطي صدقة هذا إيمان من أجل الميت، هذا زين. بس أن نجتمع كلتنا ناكل، وخاصة ما عندنا وقت ما عندنا مجال، هم زين كورونا منعوا التعازي والهالأشياء والاجتماعات، ولو قسم ما داروا بال فنشروا الكورونا بشكل مرعب. فهاي كورونا علمتنا فعلا أنه أكو كثير أشياء لازم نتكيف إلها. يعني ماكو قداس، كان كتبت مقالة عن التناول الروحي، لما ما أقدر أروح للقداس ما أقدر، المسيح يجيني روحيا أشتاق له. فالتناول هو بالقربان، التناول هو بالاشتياق، وهو نفس التناول لأنه علاقة بالمسيح. هذه التقاليد الاجتماعية، أش تلبس وشلون نغطي، والرجال ما يصير يغطي راسه لأنه كانت عادات أيضا جاية ويا اليهودية، والمرأة كانت تحلق راسها، كانت عادات مال بغايا مال قرنثية، بحيث هذه العادات مال قرنثية صدروها لغير مدن. فكان بعض المدن من يحكون عن قرنثية أكو فعل مثلا، فد وحدي راحت بالطريق الأعوج قال يقولون عنها هاي صارت من جماعة قرنثية. هل قد كانت قرنثية مدينة سيئة الصيت؟ سيئة الصيت. ماربولس قرر أنه يحط حيله وقوته في سبيل التبشير وإنشاء كنيسة في هذه المدينة، وعاش بها ما مجموعه حوالي 5 سنوات، وخاصة عنده أعز أصدقائه اللي يذكرهم كثير مرات برسائله، رجال ومرأة اسمهم أكيلا وبرسقلة. هذول إيش كان يشتغلون؟ كان يصنعون خيم، وتطوع ماربولس أن يتعلم صناعة الخيم حتى لا يثقل على الناس، لا يجيبوا له أكل لأنه خيبشر، حتى لا يحمل من نية أحد، يقول هذول الإيتين هيم عيشوني. كان يصنع خيم حتى يبيعه وياكل منه. شوفوا شقد هذا الرجال شفاف، شفاف بكل معنى الكلمة، وعطانا من حياته الداخلية وإيمانه وشكوكه. هو هم كان مرات تصلي هوني حتى يقول له ليسوع، يقول صليته يعني ابعد عني هذه المأساة اللي عندي، ما أعرف ليش هالشكل كيصير بي. يقول فظهر لي الرب وقال تكفيك نعمتي لأن قوتي تتجلى في الضعف. الضعف. فهذا البولس الرايع يعترف أنه هو ضعيف، أنه هو كلامه ضعيف، أنه ماذا يقدر يأثر على الناس، وكان من كل قلبه يحكي، بس أشي يسوي. فالسلبية اللي نشوفها عند ماربولس ما تعادل الإيجابية الهائلة الموجودة عنده. وهاي فد نصيحة لكم أنتوا اللي تسمعوني، لا كثير تركزون على السلبية، ركز على الإيجابية، اشعل شمعة ولا تلعن الظلام. ماربولس يقول حياتي هي المسيح، وعددت
كل شيء نفاية لأربح المسيح. فإذا مربولس ما سلطوي ولا صاحب فتاوي ولا صاحب تعليمات أنت هالشكل، لا، مربولس رجل متواضع، متواضع بسيط، من كل قلبه يحكي. فعلا مربولس هو انعكاس وصورة للمسيح، وهي ترى الفرق بيناتهم بحدود 10 سنين فقط بالعمر. يعني مربولس يكون كان ولد بين 9 و12 ميلادية، يعني اتقاطعوا بالزمان، اتعاصروا بالزمان، بس ما شافوا إلا بعد القيامة بحدود سنة 34 أو 35 ميلاد. مساء الخير سيدنا مجدين. أهلا، مشكور على المحاضرة الحلوة. عندي سؤال بالنسبة للفترة، خلينا نقول ما بعد شوي مربولس، وهذا ملاحظ أنه كمان كان في كتير عادات وتقاليد أثرت على نظرة يعني المسيحيين للمرأة، أو مثلا إذا كانت عندها الدورة الشهرية ممنوع تفوت على الكنيسة، حتى يعني عنا بالمنطقة عنا كانت هيك، بعدين رجعوا شوي فتحت الأمور أكتر وأكتر، ونظرة الناس أو نظرة الكنيسة، ما بعرف إذا الكنيسة بشكل عام ولا كانت محصورة بإطار يمكن جغرافي معين، نحن الشرقيين غير ما يكون بالغرب. بتمنى توضح لي شوي هالصورة، أنه ليش كان في هالقد يعني برضو هذا الفصل أو هذا التمييز ضد المرأة، خلينا نقول استمر حتى بعد هول الرسائل وبعد كل هالتعليم. محسن، أقول لك أكو كثير كتب صدرت بهال10 سنين الأخيرة عن مكانة المرأة. يعني الحضارات تختلف. كان عندنا أشكال مختلفة بالحضارات القديمة عند السومريين والأكاديين والبابليين والأشوريين. أكو قسم منهم كان ينطي المرأة مكانة أكثر. عندنا نساء ملكات، عندنا فراعنة نساء، عندنا قادة وأبطال أمازيغيين في شمال أفريقيا. الحضارات اختلفت، مثلا الفايكينج كان اختلاف كبير، عندهم قادة نساء محاربات. أحيانا الشعبين واحد يم الأخ، النظرة على المرأة تختلف، حتى لو كانوا ساكنين بنفس المنطقة، شعبين لغتين إلى آخره، وأكو تقهقر. يعني جتي حضارات تقهقرت لي وراء عن الحضارة السابقة. وأكو فرق بين المرأة البدوية والمرأة الساكنة بالمدينة. المدينة محصورة، والغيرة أو الخوف على المرأة جعلهم يحبسوها. وهاي العادات والتقاليد والأشياء اللي ذكرتها أنت هي حقيقة هي عادات اجتماعية، وأحياناً بسبب طول الحكم، مثلاً الحكم الفارسي طول علينا حوالي 1000 سنة على العراق، الحكم العثماني طول 400 سنة على العراق، فأخذنا عادات عثمانية أو أخذنا عادات فارسية أو أخذنا عادات عربية من الصحراء من الجزيرة. بينما إحنا حضارات العراق ميزوبوتاميا كانت المرأة عندها مكانة، وعندنا شاعرات، وعندنا حتى العرب قبل الإسلام كان عندنا الخنساء، وكان عندنا يعني عندنا محاربات وقادة. فالتفاكر أتصور هو وليد التقلبات والمدن، وأحيانا يعني هذه العقلية الشرقية نمت في الإمبراطورية العباسية خاصة بغداد، وهذه العادات هي
عادات مدن، وأحسن واحد درس الفرق بين المدن والبدو هو ابن خلدون كأول واحد، وبعدين علي الوردي العراقي درس هذا التفاوت. فإذا أما الديانة فالإنجيل وماربولوس بالعكس الأهمية مساواة، الأدوار اختلاف، كل واحد يلعب دوره كل واحد هاي. ولهذا نشوف رغم أنه إحنا المسيحية هي في كل الثقافات، لكن كل ثقافة عندها عادات وتقاليد مختلفة، بس أمام الله ماكو فرق، لا رجل لا امرأة لا عبد لا حور لا يهودي لا يوناني، الكل واحد بالمسيح. هاي يقولها ماربولوس. شكرا أبونا. قلت أنه بداخل الرسائل نشوف في نقول تيارين، في التيار الحرفي الوسواسي، وفي التيار نقول الإلحادي أو الغنوصي. فهل يا ترى إحنا بداخل الكنيسة أيضاً عنا تيارين؟ حسب ما أسمع مرات أنه إحنا أيضاً عنا التيار المحافظ على التقليد، وفي عنا التيار اللي حسب ما أعرف أنه بالمجمع الفاتيكاني الثاني بالستينات أنه هما كان في كان بدهم يرجعوا على التقليد القرون اللي هو قرن من الرابع إلى القرن الـ12 قبل الـ12 حتى، فيريدون يرجعون إلى هذاك التقليد أو الأسلوب نقدر نقول اللي هو نوع من الـ أشون يقولوا يعني متجدد أو منفتح أكثر. فهل هذا الشيء سيدنا صحيح يعني لازال موجود بالكنيسة هالتيارين هاي؟ بالحقيقة بالكنيسة أشبهها رقاص الساعة، تيار اليمين المتشدد القاسي. أنت تعرفين بابا بيوس التاسع حرم الديمقراطية؟ أوكي. إلى أن جاء ليون 13 بنهاية القرن 19 وأطلق المصالحة مع الأزمنة الحديثة. أنت تعرفين البابا حبس نفسه زعلان لأنه أخذوا الأراضي البابوية في زمن غاريبالدي 1870، حبس نفسه من سنة 1870 إلى 1929، 60 سنة زعلان. فهل تيارات إن كانت يمينية أو يسارية، حتى هاي الكلمة يمين ويسار ما بقى تعني نفس الشيء. من نقرأ تاريخ لازم نشوف تفتح لإيش، تراجع عن إيش، تمسك بإيش. أنا ليش حكيت بآخر محاضرتي عن الفرق بين التقليد والتقاليد، حتى هسه كلمة يسار ويمين ما بقى لهم معنى عندكم في أوروبا. هسه الشعبوية والاهتمام بإقناع الشعب، اضحك عليهم وخذ صناديق الاقتراع واعمل بكيفك بعدين. ولهذا الدول تختلف بعضها عن بعض، وتاريخ الكنيسة دائما عندنا تيار المتفتح والتيار المتعصب مثل رقاص الساعة. بس هل باباوات الخمسة الأخيرين اللي شفناهم ما يعني كانوا شجعان، قالوا يلا نشوف. يعني حتى قبل 100 سنة كان حرموا نظرية التطور، البابا يوحنا بولس الثاني قال هي أكثر من نظرية، هي حقيقة لازم نقبلها. وكم مرة بابا يوحنا بولس الثاني هذا البابا الرائع طلب العفو، لأن احنا ظلمنا غاليليو، ظلمنا القديسين، شعلنا سافونارول، شعلنا جورنانو برونو، شعلنا يعني حتى لوثر كان ممكن
ما تنقسم الكنيسة لو عرفوا شلون يحكون مع بعضه. خسرنا الصين، ما افتهمنا المبشرين اليسوعيين مثل ماتيو ريتشي من راع الصين، قال لهم الروما يابا لا تجبرون الصينيين يصلون باللاتيني، ما يفهمون اللاتيني، قالوا له لا إلا هاي وقاموا حرمونه هذاك عام. يعني كان أكو بروما كل فرعون ولا الأخ. البابا يوحنا بولس الثاني قال يا رب سامحنا غلطنا، هذول الباباوات اللي حرموا قاليلو كانوا غلطانين، بس هذا ما يعني أنه هي مغلطوا بالإيمان، لا كانوا مؤمنين، بس هي دخلوا الديانة بالسياسة وخربطوها. هسه اللي دا يصير عندنا هم أيضا خلط الدين بالسياسة، وهذا أيضا ما دا يجيب نتيجة جيدة. ولهذا أقول لجماعتنا تعالوا شوفوا إحنا أشكن صار عندنا، استفادوا من هذا الدرس ولا تقعون بنفس الأخطاء. ولهذا بالشيوعية كان عندنا متطرفين وكان عندنا متفتحين، واحد يم الأخ. يعني تيتو مال يوغوسلافيا كان يعتبر شيوعي متفتح، بينما بجنبه على بجنب يوغوسلافيا كان أكو دولة اسمها ألبانيا عاصمتها تيرانا، كان عندهم فد واحد اسمه أنور حجة، هذا كان شيوعي متطرف إلى عظمه، 45 سنة شعل مشعل مثل أبو كوريا الشمالية اليوم نفس الشيء، هم متطرف عبادة الشخص وإلى آخره. الصين من عبادة ماو جت على عبادة الدولار، يعني هذا الشيء ما يشبه شيء. يعني لو تقرين تاريخ الصين المعاصر داخل الفكر الشيوعي صار مثل التيار نفس الشيء، داخل الفكر الديني عندنا مسلمين متطرفين وعندنا مسلمين متفتحين، عندنا مسيحيين متطرفين وعندنا مسيحيين متفتحين. فالسؤال بإيش إحنا نجلب؟ إما نجلب بالحرفية والتطرف أو نجلب بأشياء أساسية وجوهرية؟ هذا أصعب سؤال هذا. شكرا سيدنا. مساء الخير أبونا. مساء الخير. سوري لأن ما قدرت أحضر المحاضرة كلها بال يعني تكون كاملة، بس رح أحاول أسألك سؤالين عن الشيء اللي قدرت أسمعه. أبونا ذكرت بالنهاية إنه كثير أشياء مذكورة بالكتاب المقدس وحنا لازم نفرق بين التقليد والتقاليد، إذا دا أقول الشيء صح؟ نعم. ليش أكو مثلاً موضوع الغطاء الرأس للمرأة؟ يعني ليش حالياً مقابل هذا الشيء موجود؟ أكو بعض كنائسنا إحنا إذا أحكي على العراق خاصةً، من بعض كنائسنا إنه شوية تسد عيونها على الموضوع، بس أكو كنائس لا تقول المرأة إنه لازم تغطي الرأس بالكنيسة. أكو قسان كثير أبونا ما ينطون قربان، ما ينطل جسد المسيح للمرأة، ما ينطل المناولة إذا ما المرأة تكون غطت رأسها أصلاً. زين. نعم. تفضلي. ليش هاي يعني هذا الشيء إحنا هل إحنا فاهمين إنه أول شيء ليش إحنا عن غطي رأسنا؟ يمكن الأهم أبونا قبل شوي ذكرت إنه يا هذا الشيء إنه مثل ما نقول تقاليد، و يمكن إذا أقول الشيء صح اللي قلته إنه ما بعد مهم، بس إحنا خلي نفهم إنه شنو ليش القديس بولس قال إنه إحنا لازم نغطي رأسنا كنساء؟ هل إحنا فاهمين هدفه من هذا الشيء حتى هسه إحنا نقول لا ما بعد يحتاج؟ فإحنا فاهمين هذا الشيء أول شيء، وليش إنه أكو كنائس مركزة على هالموضوع وكنائس لا؟ وأيضا مع موضوع غطاء الرأس أنا كان موضوع أهمين مركزة على الحشمة للمرأة. يعني إذا البنت مثلا خطوا هذا الشيء أكيد للرجال هم بس البنت إنه تتحشم بالكنيسة وخارج الكنيسة إنه ما ملتزمة بالحشمة، إنه بس أنا جسمي هو لي حد الآن هو هيكل الروح القدس إذا داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة، أو مثلا أغطي رأسي من فوق بس جسمي أنا لابسة يعني ملابس مو لائقة للكنيسة.
فشو رايك انت بهذا الموضوع حمين ابونا؟ ايه انا انصحك ترجعين للمحاضره من البدايه. اوكي. لاني وضحت هذه النقطه، وايضا الكنيسه والاباء هي ايضا ممكن يكونون ضحايا التقاليد ويخلطون بين العادات والتقاليد، وكثير مرات بدل ما يمشي الاب قدام القطيع يمشي ورانه، يعني خاصه بالمهجر إذا مات فد شخص فد عجوز ما كان يزوروه أبد، بس بعد موته راح يعملوا لك حفلة ومناسبة وقوازي وراح يصرفون هاي الفلوس، وكان تنصرفوه عليه كان كثير أحسن للمسكين العجوز. فأكو عادات وتقاليد إحنا لازم نحاربها، لأن هي تقاليد traditions بالsmall letter. أما التقليد الإيماني شلون نميزه شلون نخلصه من هذه التقاليد؟ ولهذا أنا معلم كهنة، أنا هاي 40 سنة أربي كهنة، أدرسهم، مئات طلابي صاروا كهنة ومطارين. أش حاولت أقول لهم يا ابني حاول أن تفهم الناس إيش هو مهم وإيش هو ثانوي، لأنه ممكن فتقس متعصب هو تربى على ايد ام متعصبه يعتبر الحشمه من 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 الـ من الـ الـ الايمانيات. الحشمه اذا مشيتي وراها لازم تلبسيها مثل افغانستان، لازم تغطيها مثل افغانستان. يعني ترى الحشمه مقياسها ابدا ما هو نحن، المقياس هو حرية الإنسان. يعني الله أعطانا حرية. ماربولس يقول أنت عينك إذا سيئة أش أسوي لك؟ وإحنا إذا مشينا خلف الرجال المرضى ما رح نتوقف بكلمة الحشمة، لازم فد مرة. ولهذا تشوفين المتخلفين يعملون من نفس مقاييس للحشمة، بس ما هو الرجال مقياس الحشمة؟ أنت متزوجة واحد وسواسي، وهذا الوسواسي يغار عليك من الهوى. إذن هل هذا قياسي؟ هذا مو قياسي. ولهذا لازم إحنا ننظر للأشياء نظرة نفسانية اجتماعية إنسانية أنثروبولوجية وبعدين إيمانية. لأن ما يصير أنا أجيب فد شخص مريض نفسي أعمله مطران أعمله قس، ما يصير، لأن هذا إيش راح يسوي؟ راح يجننهم، راح يفرض عليهم أشياء وعادات. ولهذا تشوفين العادات اللي كانوا قبل 100 سنة يفرضوها اليوم ما نعلمها. اليوم نكلم شعرك زينة، تعالي تناولي تريدين انت ايش ما تريدين عاداتك تلبسين بكيفك، بس تعالي انت حبي يسوع، حبي نفسك، احترمي نفسك، شوفي نفسك. فاذا انا بنتي او مرتي او اختي او امي حاربتهم انا كرجال مريض نفسيا، هاي مو ديانة، هذا مرض. ولهذا سؤالك كلش مليح، وانصحك ترجعين إلى البداية. فعلا أنت جاوبتي، قلتي أنا هيكل الروح القدس، هذا هو الجواب. الله ساكن بيك من خلال الروح القدس، من خلال القربان. إذن لازم تحترمين جسدك وتقدسينه، ويكون أداة لتسبيح الله وأداة للفرح، للفرح اللذيذ اللي الله عطانه إلنا الله. فهذا هي التربية اللي أنصحك تنطيها البناتك الخواتك المجتمع اللي حولك. ليش تكون المرأة دائما عثرة؟ وليش إحنا نعتبر بأنه حواء هي اللي وقعت آدم، وهاي القراءة السطحية لفت قصة غير معنوية، هاي غير موضوع، ما كان عندي مجال أحكي عنها. بس المربولس
اهلا بك فايزة. اهلا بك. انا عندي سؤال عن شخصية بولس الرسول. قبل اسبوع صار جدال انا وجماعة حول شخصية بولس الرسول. انا بالنسبة لي كثير كثير احب شخصية بولس الرسول. يضحكون علي قسم ناس اقلم ما اعرف. انا احبه لانه الشخص هذا مثل ما قلت ما شاف يسوع غير ثواني معدودة، ومع هذا وهب حياته بالكامل ونشر الكلمة يعني خارج اليهودية. فأنا كان النقاش عن أنه شخصية بولس الرسول قالوا أنه هو شخصية ضعيفة وكان يخاف، ولهذا كان ما يبقى بالمدن اللي يروح يبشر بها اللي من ضمنه كورنثوس وتسالونيكي وغيره، ما كان يبقى بهم فترة طويلة، يبشر ويطلع ويترك التلاميذ بهم ويقلم بعدين الحقوني. فأنا كان رأيي أنه هو كان يعمل هالشكل لأنه هو عنده هدف، يعني كان عنده هدف وخطة لازم يمشي عليها حتى يكمل رسالته. فيهم قالوا لا، هو يعرف كل الزين، الروح القدس هو اللي يعني حط له الخطة هاي وقال له اطلع بشر، ولازم يكون كان روحه تكون قوية أكثر لأن يعرف هو الروح القدس معانه، ما لازم كان يخاف من الضرب أو السجن أو الجلد أو يعني مهما يكون أنه كانت طريقتهم بالتعذيب. فما أعرف أنت شنو رأيك؟ أنت هم جيتي متأخرة؟ لا ما جيت متأخرة، أعرف الموضوع ما كان على هذا، بس قلت ما دام موجود حضرتك خلي أسأل. يعني أنت قلتي فد شيء، أنا قلت العكس، قلتي كان يبشر وينهزم. ما صحيح، ما صحيح. أنا معاك، أنا بالضبط. لا كورنثيا أول مرة بقي سنتين وثاني مرة بقي ثلاث سنين، فما ما كان يروح على غير مدن. يعني لا المدن، بس كورنثي سيدنا طول، بس باقي المدن ما كان يطول. لأسباب يمكن ابنك المريض يأخذ وقت منك أكثر من ابنك اللي ما يتوجع أبد. ولهذا هو كان دائما يركز راح أجيلكم لأن أعرف عندكم مشاكل وإذا ما أجي ما تنحل. بس أنا معاكي ومع جماعة اللي تناقشتي معاهم بأنه فعلا ماربولس شخصية عجيبة. هو بنفسه يحكي عن نفسه بأنه جئتكم في الخوف والرعدة، وكان فعلا خجول. ياما وياما عندنا ناس عباقرة وعظماء خجولين. أنت تعرفين إسحاق نيوتن في القرن السادس عشر من رادة الملكة إليزابيث تكرمه قام يرجف بحيث قامت ركبه تستك، يعني يرجف من كان خجول. إسحاق نيوتن العظيم أعظم العقول بالتاريخ البشرية، يعني بينه ضعف بشري، وهي طبطبت على كتفه وقالت له يا سر إسحاق، أنا إلي الشرف أن ألتقي بك. فهو ما صدق حاله. وعندنا واحد لخم بالتاريخ فد أحد العباقرة الكبار كان معزوم عند الملك وحصرته البولة خطية، استحى يقول له أريد أروح أفرغها، انفجرت مثانته ومات ذيك العشوية. يعني عندنا بشر، ناس عباقرة عندهم ضعف بشري، وماربولس أصلا شيء رائع بينه. أنا معاكي بهالنقطة، الرائع بينه أنه ما يخبي عيوبه، ما يخبي ضعفه، وهذا أروع شيء. أكو نقطة ثالثة، ماربولس دائما يتكلم عن جنونه. هو يقول أنا مجنون بالمسيح، أنا مجنون لأني أعيش بالطريقة اللي أعيشها، هاي تخصني أنا، ما أجبركم. بس أنا كثير ناس قالوا عنه مجنون، مثل ما قالوا عن يسوع بعلى زبول، يعني مهم مجنون. فأنت ما كن قريتي مجنون ليلى؟ حتى ننسى اسمه، أنه ما هو قيس يسمونه مجنون ليلى. كل العشاق والمحبين هي مجانين. إذا حبيتي في الهواية أزيد من اللزوم، بعض الناس المعتدلين يقولوا لك أنت مجنوني. بس أكو جنون حلو،
مار بولس يقول أنا أفتخر، أنسى ما ورائي وأمتد إلى ما أمامي، أروع شيء. ولهذا أنا كلش عجبني سؤالك بالبداية لما تقولين إحنا اختلفنا حول مار بولس، أكو من يفهمه وأكو من ما يفهمه يستعبطه، فهذا فرد شيء كلش طبيعي. عندنا عندنا قديسين قسم يعتبروهم روعة وقسم ايش نهائي. لما نطوبوا قديسة ترازيا طفل يسوع، كثير من اللاهوتيين قالوا ايش بي هاي بنت ماتت عمرها 24 سنة، ما ايش سوت هاي انت مكلبين بيها. البابا قلم روح رجع للإنجيل وقرأ الطفولة الروحية، هذه البنت الصغيري ما بس صارت قديسة وطوباوية، أعلنوها معلمة الكنيسة. عندنا بس أربع نسوان معلمات كنيسة، يعني بمستوى عالي جدا من الكفاءة الروحية والخبرة. ليش؟ لأنه كشفت لنا أنه الأطفال ممكن يكونون أكثر حكماء من العقلاء، وهذا هو باللغة اليونانية مار بولس يستعمل كلمة حماقة، إن كلمة الصليب عند الهالكين حماقة، يعني يعتبرون نحن نكرز بالمسيح مصلوب إحنا حمقة، بس نحن بالعربي خففناها سويناها جهالة. بس روح ارجعي للنص اليوناني تشوفين أنه هي حماقة غباء. ولهذا يعني أكو جوانب بالحياة الروحية وبالإنجيل ما كل الناس يقبلوها، وإيش نسمينه هذا؟ نسمينه نعمة الإيمان، نعمة. فإذا عندك نعمة الإيمان هاي الأشياء تشوفيها عادي طبيعي، بس إذا ما عندك نعمة الإيمان هاي تضحكين علي، وياما وياما ناس يضحكون علينا يقشمرون كلامنا ويعتبرون أنه شيل دنقول هو يا هذا مثاليات، هذا ما يأكل، هذا ما توكل خبز، هاي القصص مالكم ما بعد توكل خبز ياما وياما. ولهذا ربنا يخاطب القلب، ما دائما العقل، باسكال يقول ما دائما العقل يفهم منطق القلب. سيدنا ردتو، بس رح أسأل سؤال يمكن تضحك علي بينه، بس هم انطرح نفس الشيء بالنقاش، فكان السؤال إيمان منو كان أقوى، بولس الرسول ولا مار بطرس؟ هذا خوش سؤال، هذا كلش خوش سؤال. أنت تلاحظين بالمسيحية دائما احنا نحتفل بعيد مار بطرس وبولس سوا، صحيح شهر 6 اعتقد. ليش؟ لانه مار بطرس وبولس هلقت شخصياتهم مختلفة، وهلقت هي كل واحد منهم عبارة عن كتلة من الذكاء والقوة بنفس الوقت. بطرس ينكر يسوع بضعفه، ومار بولس اضطهد المسيحيين في جهله، بس اثنين شكلوا عمودين بدت عليهم الكنيسة. بطرس هو العمود الأول، ولهذا أعمال الرسل بالحقيقة هي أعمال بطرس وبولس. صحيح. أعمال الرسل كثير مهم سؤالك، لأنه اثنين استشهدوا تقريبا على بعد سنتين فرق بيناتهم، هيم علامة على شقد الروح القدس ما يستنكف من الخاطئ. بطرس ناكر رجعوا يسوع رئيس الكنيسة، رئيس الرسل. بولس المضطهد عمل منه يسوع الإناء المصطفى. فهالكنيسة اللي بيها واحد مثل بطرس وواحد مثل بولس
ووحدة مثل مريم المجدلية، ووحدة مثل مريم أم يسوع الطاهرة القديسة اللي هاليوم عيد ميلادها. هذه الكنيسة فيها تنوع، الخاطئ والقديس يقعدون سوا على مائدة الله الأب الحنون. هذول علامة على طيبة الله. يسوع بدل كل أفكارنا عن الله. وكل مرة تقولين أبانا الذي، لازم ما تنسين أنه هذا الأب يجمعنا كلتنا. أكبر قديسة هي مريم، وأكبر خاطئة هي المجدلية. اثنينهم نشوفهم في بداية الكنيسة، وخاصة الخاطئة هي رسولة الرسل عند قبر يسوع. يعني عندها مكانة كبيرة. إذا تروحين في جنوب فرنسا أكو منطقة كثير يحبون مريم المجدلية في جنوب فرنسا. فبطرس وبولس، مريم ومريم، شقد المسيحية فتحت ذراعها حتى ما يبقى أحد برا، ما حد يبقى برا. حتى 99 يتركهم يروح يدور عن الخروف الضال. فشمولية يسوع ماكو مثله. فإذا ما هو بطرس وبولس المهمين؟ هي علامات لشمولية يسوع. شكرا سيدنا. سيدنا بس كان عندي، كنت حابة توضح لنا في مصطلحات احنا بنستخدمها، اللي هو تقليد الإيمان، تقليد الكنيسة، تقليد الآباء، تقليد الرسل. مرات مثلا نسمع انه ما تسلمناه من تقاليد الآباء او ما تسلمناه من تقاليد الرسل، فهل ممكن شوية توضح لنا هذه الصورة تنفهمها إذا كان بالإمكان؟ نعم. الـ إحنا من نرجع إلى هالألفين سنة مع المسيحية، نشوف أنه كل جيل حاول أن يميز بين تقليد وتقاليد، عطى أهمية لبعض الأشياء الثانوية، بعدين اكتشف أنه ما تسوى. يعني التمييز العنصري اللي هسه مدوخين بينه بأمريكا، هذا أصلاً شون ممكن واحد مسيحي يكره شخص أسود؟ فهذه التقاليد البشرية مثل الدغل، جذورة عميقة ومتجذرة بينا. فمن يجي الإيمان ينزرع. أنت تعرفين دول مثل دول اسكندنافية قام بيها شعب اسمه فايكينج، هذولي كانوا يقطعون الرأس أقبح من داعش، هلقد كانوا وحوش وكان يخوفون وغزوا أوروبا. ويمكن أنت ساكنة في هولندا، يمكن نص الشعب الهولندي دمه فايكينج. جت المسيحية وغيرت هذولي الشعوب وحولتهم من ذئاب إلى خراف. يسوع قال أرسلكم كخراف بين الذئاب. ليش؟ حتى يأكلون؟ لا، حتى نغيرهم. ولهذا أجمل تقليد عندنا هو أن روما، كلمة الحبر الأعظم اللي نطلقها على البابا، كانت لقب الإمبراطور الروماني اللي ذبح المسيحيين. لو نجي على الأرمن، الاضطهاد، آباء مش قد اضطهدوا، مش قد كانوا شرسين بالحروب قبل ما يصيرون مسيحيين. فكثير شعوب بعد ما صارت مسيحية اكتسبت هذه بالتعليم والآباء والقديسين. روسيا فت شعب شرس. ليه قبل كم سنة هذا إيفان الرهيب وبطرس الأكبر قتل ابنه بطرس الأكبر حتى لا يصير ملك. أي يعني الـ الـ الشراسة، ما الشعوب
القسوة مع الشعوب ما يشفيها غير حنان يسوع ورحمته وطيبته ومحبته، ما ماكو غير حل. وكثير شعوب يمكن تغلغلت بيها بقوانينها، مثل شعوب الاسكندنافية كلش إنسانية هي، كثير منهم نسيوا بأنه ما كان يصيرون إنسانيين لولا الإنجيل لمدة 1000 سنة تغلغل بيهم. اليوم مثل واحد يشرب من العين ويدفل بيها، أوكي ما يخالف، بس كثير منهم هاليوم أنا أعرف أجيال شابة بدت تشعر بأنه لو تشيلين هذا الإنجيل يرجعون إلى الفايكينج. حرام، هم شوفي هذا الأخ اللي بالنرويج، كان هذا اللي قتل بريفيك، قتل 97 شخص فقط لأنه متعصب، والشعب الألماني قوم هتلر وكم مليون قتل. يعني هو هتلر كان يقول أنا وثني في مذكراته ماين كامف، يعني يقول أنا وثني، يعني ما أنا ما مسيحي. فيعني بس تشيلين هذا النور مال يسوع، تشيلينه من كثير من الشعوب يرجعون إلى 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 أصلهم، إلى أصلهم وعاداتهم وتقاليدهم. صح. الإيمان هو مثل الأكل، ومن ناكل لازم ننتبه إيش ناكل، وكثير مرات من ناكل نتأذى لأنه ما نظفنا، ما اهتمينا باللي تغلغل في جسمنا. مع الأسف اليوم يمكن احنا نعيش في زمن باللغة الإنجليزية يسمونه junk food، يعني الأكل المزين. وهذا بعض القراءات وبعض الكتب وبعض الأشياء وبعض الأفلام وبعض وسائل يمكن أنتم أو أطفالكم تتعرضون إلى بسبب أشكال التوفيقية الموجودة بالعالم. ما ممكن كل أكل هو مفيد، وما ممكن كل ديانة هي مفيدة، حتى لو كان تحمل إشارة صليب أو تسمى كنيسة. ماربولس علمنا يقول ميزوا الأرواح. كل واحد من عندنا بواسطة الروح القدس اللي بينه يعطى لنا قابلية تمييز، نفهم، ندرس. أنا من خلال أسئلتكم حسيتوا عندكم قابلية لهذا التمييز، وفعلا الحاجة إلى أن نصلي إلى الروح القدس ونقول له يا رب يا روح القدس أنت قودنا في هذا الطريق، في كل واحد في مكانه، في زمانه، في مسؤولياته، في حاجاته. قودنا حتى لا نكون ضحية لا لفكر ولا لتيار ولا لغذاء غير مغذي غير مفيد. والله